اكتشاف المريخ. نحو المريخ انطلقنا. ألا يراودك الفضول لمعرفة ما إذا كانت توجد حياة أخرى خارج كوكب الأرض؟ على الكوكب الأحمر مثلاً؟ الكوكب الأحمر؟ أتقصد المريخ؟ أها، الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، إذ يبعد عنها... يبعد عنها 229 مليون كيلومتر. هذه مسافة كبيرة جداً. وهل تعرفان لماذا سمي كوكب المريخ بهذا الاسم؟ كلا. اسمه بالعربية مشتق من كلمة أمرخ، ويعني صاحب البقع الحمراء. لكن ما سبب حمرته؟ سؤال جيد يا علياء. يعود سبب حمرة الكوكب إلى النسبة العالية من غبار أكسيد الحديد الثلاثي الموجودة على سطحه وفي جوه. أظننا اقتربنا. اقترب انطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى رحلته لاكتشاف المريخ. لكن كم المدة التي سيستغرقها مسبار الأمل للوصول إلى المريخ يا مألوف؟ سيستغرق 7 أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ثم يبلغ هدفه تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات، وسيقوم المسبار بالدوران حول الكوكب لسنة مريخية كاملة. سنة مريخية كاملة؟ تماماً، وهذا يعادل 687 يوماً أرضياً. سيقوم مسبار الأمل بتقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، وتكوين فهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطح كوكب المريخ، ورسم خارطة توضح طبيعة طقسه الحالي عبر دراسة الطبقة السفلى من غلافه الجوي، كما أنه سيقوم بإجراء دراسات معمقة حول ظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي لكوكب المريخ، ومعرفة أسباب حدوثها. وهل يعد مسبار الأمل أول مسبار ينطلق لاكتشاف المريخ؟ كلا يا علياء، محاولات الوصول إلى المريخ تعود إلى عام 1960. هل يمكنك أن تعرض لنا محاولات الوصول إلى المريخ يا مألوف؟ بالطبع، تعود أولى المحاولات إلى الاتحاد السوفيتي الذي حاول إرسال أول مسبار للمريخ، وأطلق عليه اسم مارسنك 1، لكنه لم ينجح في الخروج من المدار الجوي للأرض. هناك أيضاً مسبار مارس 3 الذي نجح في عام 1971 في الوصول إلى وجهته ودرس المريخ لمدة 8 أشهر. هذا رائع فعلاً. أما أول محاولة للولايات المتحدة تمت في عام 1964 عبر مسبار مارينر 3، لكنه لم ينجح، وتلاه مسبار مارينر 4 الذي أطلق في العام نفسه ونجح في مهمته بأن يكون أول مسبار يدرس سطح كوكب المريخ عن كثب. وفي عام 1976 لمعت المركبتان الفضائيتان فايكينغ 1 وفايكينغ 2 على صفحة التاريخ بعد هبوطهما على سطح المريخ، فقدمتا بذلك سنوات متتالية من التصوير عالي الدقة للسطح إلى جانب تحديد وقياس عناصر الغلاف الجوي للكوكب. أما في عام 1997 فقد تمكنت المركبة مارس باث فايندر التابعة لوكالة ناسا من الهبوط بنجاح على سطح المريخ، كما عملت الوكالة على إرسال الروبوت سوجورنر المزود بعجلات للسير على سطح المريخ ليكون أول روبوت ذا عجلات يحط على الكوكب الأحمر، ثم أرسلت روبوتات أخرى مثل سبايريت وأوبورتشينيتي وكيرياسيتي. وحديثاً أرسلت الروبوت بيرسيفيرانس الذي سيحط على المريخ مع حلول فبراير 2021. هذه أفكار جميلة جداً. لكن لماذا يحظى المريخ بهذا الاهتمام الكبير دون سائر الكواكب الأخرى؟ ثمة أوجه للتشابه بين كوكب الأرض وكوكب المريخ يا علياء. حقاً؟ وما هي؟
تشير البيانات إلى أن المريخ يحتوي تضاريس طبوغرافية متنوعة مثل الجبال والسهول والأخاديد، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للإنسان التكيف مع جاذبيته بسهولة، إذ تعادل الجاذبية على المريخ 37.5% من الجاذبية على الأرض. هذا يعني أن أوزاننا على كوكب المريخ لن تظل كما هي. تماماً، فإذا كنت تزن 100 رطل على الأرض فسوف تزن 38 رطلاً على المريخ. هذا رائع، ماذا أيضاً؟ يمتلك المريخ دورة نهارية وليلية شبيهة بالأرض. معلومات مهمة جداً، شكراً لك يا مألوف. أب، أظننا وصلنا، وصلنا. 10 دقائق للهبوط. واحد، اثنان، ثلاثة.